اخر حاجة هنتكلم عليها الستاندر بتاعت الامبروفمنت اللي هي التحسين. عندنا نقطتين في التحسين، اول حاجة نون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن، وتاني حاجة الكونتينوال امبروفمنت. طيب اول حاجة النون كونفورميتي اند كوركتيف اكشن كنا لسه بنتكلم عنها، وبنقول ان هي اصلاح المشاكل اللي حاصلة في المنظومة نفسها. يعني انا بحاول ان انا اصلح المشاكل اللي عندي اللي حاصله في المنظومه اللي عندي. طيب اصلحها ازاي؟ من خلال عمليات التشغيل بتحصل مشاكل، ومشاكل كتيره جدا بتقابل الناس، طبعا بتبقى نتيجه اما اخطاء فرديه او اكويبمنت مثلا محتاجه ان هي تتعمل لها صيانه، محتاجه ان هي اتشغلت بطريقه غلط، حصل لها اي مشكله، سيرفر مثلا وقع، اي حاجه من الحاجات دي. لازم المشاكل دي بتحصل في عمليات التشغيل، اذا كانت في الكونستراكشن او اذا كانت في التصنيع. طيب ممكن الاجراءات دي بتكون فيها شويه اخطاء. الايزو بيطلب ان الشركه يكون عندها اجراءات ازاي تتعامل مع المشاكل اللي بتحصل لها دي. اصلا ما ينفعش الشركه تتعامل على اساس ان هي عمرها ما هيحصل لها اخطاء، عمرها ما هيحصل لها مشاكل. طب ازاي؟ فلازم تتعامل مع حالات عدم المطابقه، لازم يكون عندها اجراء بيقول ان هي تتعامل ازاي مع حالات عدم المطابقه. طيب فرضا الشركه ما عملتش الاجراء ده، يبقى عندنا حاجه من اتنين، يا اما الشركه دي ما بتغلطش تماما ودي شيء مستحيل، يا اما الشركه دي مش فاهمه يعني ايه اجراء تصحيحي، او مش فاهمه يعني ايه عدم مطابقه، وهي كده تبقى اخلت بشرط الزامي من شروط الستاندرد بتاع الايزو. طيب الايزو عاوز ايه في حالات عدم المطابقه؟ اول حاجه لازم يكون في اجراء موثق في الشركه للتعامل مع حالات عدم المطابقه. اتنين، اول ما تكتشف حاله عدم المطابقه تعمل عمليه تصحيح للمشكله اللي حصلت بسببها المشكلة دي اللي بيسموها fixation. يعني فرض مثلا أنا حصل عندي مشكلة في تشغيلة أو في باتش معين في المصنع مثلا، فمحتاج إن أنا أول حاجة إن أنا أعزل المنتج ده، وبعدين أشوف إيه اللي هعمله بعدين. عشان أول ما أعزل المنتج ده أنا كده بدأت إن أنا أعمل fixation للمشكلة، وبعدين هشوف إيه الإجراء اللي أنا ممكن أخده مع المنتج ده علشان أبتدي إن أنا أعمل له corrective action. فأول حاجة إن هو أعمل fixation للمشكلة اللي حصلت عندي. ثلاثة، إن أنا أفتح تحقيق في الواقع عشان أعرف السبب الجذري للمشكلة، مش سبب المشكلة، السبب الجذري للمشكلة اللي هو السبب الأساسي اللي سبب المشكلة دي في الإنتاج. تمام؟ بعد كده نحط خطة لإصلاح السبب ده بتاع المشكلة دي اللي هو corrective action اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب أنا حطيت الخطة وعزلت المنتج الأول، وبعد كده عملت التحقيق، وبعدين حطيت الخطة، أبتدي بقى أنفذ الخطة وأحدد مين هيعمل ايه امتى. دي اهم حاجه، علشان انا لو سبتها عايمه كده مش محدد مين المفروض يعمل، مين اللي هيعمل كوركتيف اكشن ده وهيعمله ازاي وهيعمله امتى، ممكن محدش يعمل حاجه. تمام؟ بس انا لما بحدد حد ريسبونسبل عن التاسك دي او ريسبونسبل عن الكوركتيف اكشن ده، هيتم وهقدر ان انا احاسب اللي انا حددته ده ان هو ما عملش التاسك بتاعه. تمام؟ رقم 6، نشوف فعاليه تنفيذ الاجراءات دي، هل هي فعلا تمت؟ هل هي فعلا حلت المشكله ولا ما حلتش المشكله؟ طيب لو الاخطاء قلت او اتمنعت يبقى انا كده خلاص اقفل الاجراء، كده المشكله عندي اتحل. طيب لو انا المشكله عندي اتكررت تاني، يبقى الحل اللي انا حليته ده ما حلش المشكله بطريقه جذريه، لا كان في حل تاني المفروض ان انا اعمله، ارجع تاني اعمل انفستيجيشن من اول وجديد، واحدد المشكله هي ايه، واحاول ان انا احدد الشخص اللي هيبقى مسؤول عنها، وابتدي ان انا انفذ الخطه علشان اشوف ايه حل المشكله الاساسيه دي. طيب انا كده خلاص خلصت وطلعت عندي في الاخر. طبعا بعد كل ده لازم ان انا اوثق المستندات اللي انا عملت بيها كل الحلول دي. ليه؟ علشان لما اوصل لنقطه واسيب البوينت دي لحد كده اتنقلت بقى انا من مكاني، محدش بقى موجود في البتاع اللي حصلت مشكله تانية في شفت انا مش موجوده فيه، محدش يبتدي من الصفر، يبتدوا ان هم يكملوا على البلان اللي انا عملتها، يكملوا على الخطوات اللي انا خدتها. اخر حاجه بنتكلم فيها في الايزو اللي هي continual improvement، هي عمليات التحسين المستمره على كل العمليات اللي بتحصل في الشركه. طيب التحسين المستمر ده هو احنا اسمه تحسين، يعني ما عنديش مشكله، انا خلاص ما عنديش مشكله وحليت كل مشاكلي وعملت كل الكوركتيف اكشن بتاعتي، انا عاوز احسن من العمليات. الايزو بيقول ان الشركه لازم يكون عندها اجراءات تضمن التحسين المستمر على العمليات اللي بتحصل لها في الشركه دي. تمام؟ يبقى انا حتى الكويس من العمليات اللي انا بعملها بعمل تحسين مستمر بهدف
لا إما زيادة الربحية أو تحسين الأداء أو تقليل المشاكل أو زيادة الإنتاجية أو زيادة رضا العميل. فلازم التحسين المستمر ده بيكون موجود طول الوقت علشان أبتدي إن أنا يكون عندي إجراءات بتضمن التحسين المستمر على العمليات اللي بتحصل في الشركة عندي. فبالتالي التحسين المستمر ده شيء مهم جدا ولازم جدا في الشركات عندنا. تمام، احنا كده خلصنا الستاندر بتاعة الايزو.